تطوف هذه الحوامة ويطوف معها خوف حول الطريق الذي ستسلكه الاحتجاجات الشعبية في الجزائر بعد يومين من مظاهرات سلمية أعطى فيها الجزائريون درسا في الوعي والحفاظ على استقرار الوطن. الشعب الجزائري هذا اعتبره أكبر إهانة ليه، لماذا؟ لأنه هذا احتقار للشعب، ورجعنا احنا رجعونا مضحكة في العالم. الجزائر ما تستحقش هذا الشيء، الجزائر اللي ضحاوا عليها مليون ونص مليون من الشهداء ما تستحقش أن نرمدوها ونوليو نحشمو ونقولوها والرئيس تاعنا إهانة ليه، هو مسكين، الله يشافيه والله يفرج عليه. وتبنت حركة مواطنة التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة للنظام الجزائري حراك الشارع في ثالث يوم من المظاهرات، وبلمح البصر التحق بهم آلاف المحتجين، فما بعد 22 فبراير ليس كسابقه، حاجز الخوف كسر. النظام يكون ذكي ويتعامل مع الأحداث بذكاء، ما يتعاملش بالقمع، القمع لا يولد إلا قمع، ولا بريسيون لما تولد إلا بريسيون. شفنا وصرا في العالم العربي أو بما يسمى الربيع العربي، لا ريبريسيون هي اللي خرجت الشعب للعنف. ما تخرجوش الشعب للعنف، الشعب السلمي مشات مسيرة آلاف الناس ما كانش العنف، علاش اليوم يحبوا يلوحوا الناس للعنف؟ المتظاهرون رددوا نفس الشعارات وظلوا صامدين بساحة أودان في قلب العاصمة الجزائر رغم محاولات رجال الشرطة في ردعهم لإحباط التظاهر. نظام الآن، نظام السائد الآن غير شرعي، ما هو شرعي. بوتفليقة مش بإمكانه باش يترشح لعهد خمسة. الحكم الفاسدين، الزمرة الفاسدة، بوتفليقة وجماعتهم كاملين راحوا، ماشي غير بوتفليقة. بوتفليقة ما يكرهونش جزائري، بصح ماشي رئيس. تتصاعد حدة المظاهرات بشوارع الجزائر لعدول بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة ومطالب أخرى لتنظيف البلد من الفساد. اليوم الثالث من المظاهرات الشعبية هنا الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة شهد سيناريو آخر. رجال الأمن تعاملوا بصرامة كبيرة وحاولوا بكل الطرق أن يفضوا وأن يفرقوا هذه الجموع الغفيرة التي نزلت هنا إلى قلب العاصمة الجزائرية. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.